في فيلم التشويق والجريمة والإثارة فوكس، بيقوم النجم ويل سميث بدور رجل بارع في الخداع، وبمساعدة أنا الصبا المبتدئة أو النجمة The Wolf of Wall Street الجميلة مارجو روبي، واللي بتلعب دور جيس، بيحاولوا ينفذوا مخططات جديدة، وطبعا لازم ينفذوا خططهم وعمليات النصب بسرعة جدا قبل ما يتكشفوا ويفقد الناس. A con man understands what you're perceiving, understands what you're seeing, understands how you want to see things as opposed to how things really are. And it's the use of your perceptions and your perspectives to bring the con to life. ولو لاحظت انك مركز جدا ومهتم لدرجه انك مش قادر تغمض عينيك او حالتك ما تقلقش خالص، ده تصرف طبيعي جدا في وجود النجمه الجميله الساحره مارجو روبي. وعشان البطلين النصابين يخلوا كل الخدع والسرقات تبان حقيقيه، كان لازم يستعينوا بفنان بيتمتع بخفه اليد، هو الدور اللي بيأديه ابولو روبنز. ترددت اشاعات مؤخرا عن تفكير النجم اشتون كوتشر في اعتزال الوسط الفني بعد ولاده اول طفله ليه في اكتوبر اللي فات، وبعد عرض اخر حلقات مسلسل شهير تو اند هالف مان في فبراير. وصرح مصدر مقرب من اشتون ان منظوره عن الحياه اختلف بعد ولاده بنته ويت، وشايف دلوقتي ان من مسؤوليته كاب ان يحمي بنته من الهرج والمرج المصحوب دايما باسم هوليوود. ومعروف ان اشتون عنده استثمارات في مجال السينما الى جانب استثماراته في شركات عديده، وده معناه انه اذا قرر اعتزال الحياه الفنيه فأكيد هيركز كل اهتمامه على استثمارات وعائلته. أحد أصدقاء أشتون قال إن أشتون مش محتاج العائد المادي اللي بيدخله من الوسط الفني، لكن بيعتبر الحياة الفنية هواية اللي طبعاً بتعود عليه وقت للتاني. ولحد دلوقتي مفيش أي أخبار عن ميلا كونس خطيبة أشتون بتفكر في إنها تاخد نفس القرار ولا لأ، ولكن في الحالتين أكيد جمهور النجمين بيتمنى إنهم ياخدوا القرار الأحسن لعائلتهم، رغم إنهم هيسيبوا فراغ كبير جداً في السينما وعند جمهورهم. نيلي كريم.